أهلا بيكم. درسنا النهاردة هو الدرس الثاني في وحدة الخشب، والدرس النهاردة عن إطار مبتكر بالوصلات والتعشيق الخشبية. قبل اختراع أنواع الصمغ المختلفة ومواد التثبيت المعروفة حديثا، استخدم الإنسان مجموعة متنوعة ومعقدة من الطرق والأساليب لتشبيك وتثبيت القطع الخشبية بعضها ببعض، ومن هذه الطرق والأساليب ما يسمى بطرق الوصل والتعاشيق الخشبية، وهي عدة أنواع. منها الوصلات بشكل T. وصلة T بواسطة المسامير، تستخدم هذه الوصلة بكثرة في إطارات النوافذ والأبواب، حيث تنفذ بتثبيت القطع المراد وصلها بالمسامير من الخارج، مع الحرص على بقه بتعامد. وصلة T بواسطة مثبتات معدنية، تستعمل هذه المثبتات في الأماكن التي لا يكون فيها مظهر الوصلة مهم، أو التي تحتاج إلى إظهار وجه واحد فقط، كما يجب أن يتم التثبيت بعيدا عن الحواف أو أطراف الخشب منعا للتلف. وصلة T المدموجة، وهي أكثر الطرق انتشارا وشيوعا وأكثرها على تحمل القوى المختلفة، لأنها موجودة داخل الأضلاع الخشبية نفسها، وهي تحمل بعضها وتلتحم بطريقة متقنة ودقيقة. ثانيا، وصلات التلسين العمودي. تتميز هذه الأنواع من الوصلات بأنها أكثر صلابة ومتانة، وهي تتطلب عناية كبيرة في التنفيذ، وأكثر استخداماتها لتثبيت أرجل ومساند المقاعد بوجه عام. ثالثا، وصلات الشق والأخدود، وهي وصلات بسيطة أكثر استعمالها في تصنيع الأدراج بكل أشكاله وأحجامه وأنواعه. رابعا، وصلات اللسان ونقرات التعشيق. تتميز وصلات اللسان بجودتها العالية في تثبيت قطع الأساس وفي صناعة الإطارات الخشبية الثقيلة. خامسا، وصلات الأوتاد ونقرات التعشيق، وهي وصلة صلبة يتم فيها جمع القطع على إطار خشبي ثقيل بعد تثقيبه لإدخال الأوتاد فيه. المطلوب عمل إطار مبتكر بوصلات التعشيق الخشبية. خطوات التنفيذ: نختار إطار خشبي مناسب، نفصل الوصلات الموجودة في الإطار، نغير شكل واتجاهات الأضلع بتركيب وتنظيم جديد، نثبت الأجزاء والأضلاع للإطار بالشكل الجديد. لقد تعرفنا على أنواع وأشكال وطرق الوصل والتعشيق الخشبية، وبمساعدة الأسرة نحاول أن نجمع عدد من الوصلات. نقوم بتكوين عمل فني مسطح وعمل مجسم آخر بالقطع والوصلات التي تم تجهيزها مسبقا. نشاط آخر: نتحدث عن طرق الوصل الموجودة في الأبواب وحجرات منازلنا. نشاط آخر: وصلة التي بالمسامير، وهذه الطريقة تستلزم الدقة وتكون بالتعامد. نشاط آخر: وصلة التي بالقطع المعدنية، وهي مفيدة لأنها تثبت من جانب ولا تظهر من الجانب الآخر. إلى هنا انتهينا من شرح بسيط ومبسط عن الإطارات الخشبية بواسطة التعشيق. أتمنى أكون وصلت المعلومة بشكل بسيط واستفدت منها. شكرا، وأشوفكم قريبا إن شاء الله.